للمزيد من المتابعة ينضم إلينا السيد محمد مرعي مدير المرصد المصري بالمركز المصري للفكر والدراسات الاستراتيجية. سيد محمد كل التحية، أهلا بك أولا. الهيئات والمؤسسات المجتمعية المصرية تتضامن مع الأهالي أشقائنا في قطاع غزة، ما يؤكد أن القضية الفلسطينية هي قضيتنا الأولى شعبيا ورسميا، كيف ترى ذلك؟ خلينا نبدأ من آخر حدث اليوم، هو اجتماع الرئيس عبد الفتاح السيسي مع رئيس مجلس الوزراء، وتوجيه حتى سيادته الحكومة المصرية بضرورة العمل على تخصيص، بنتكلم عن 650 طن من المساعدات الغذائية تكون مخصصة للأشقاء داخل قطاع غزة. نعم. قبل ده طبعا هنتكلم عن الدور المجتمع اللي بتقوم بيه والجمعيات الاهليه في مصر والمجتمع المدني في مصر، بنتكلم على التحالف الوطني للعمل الاهلي، حياه كريمه، بنتكلم عن التبرعات، يعني قدمت بشكل واسع جدا من المصريين او من الملايين المصريين الى الهلال الاحمر المصري. احنا وصلنا مصر، يعني ممكن نتكلم احنا زدنا عن 7000 طن من المساعدات الاغاثيه والانسانيه، بتتكلم عن مواد غذائيه، بتتكلم عن مساعدات طبيه وغيره. ده ان دل فيدل على ان القضيه الفلسطينيه لها مكانه خاصه ليس فقط لدى الدوله المصريه ولكن لدى جموع الشعب المصري، ومنذ يعني بدايه العدوان الاسرائيلي الغاشم والوحشي على سكان القطاع كان هناك تفاعل كبير من ملايين المصريين مع التطورات في الأراضي المحتلة، سواء من التعبير عن دعم القضية الفلسطينية ورفض هذه الانتهاكات الإسرائيلية، أو على مستوى الثاني بدعم مواقف الإدارة أو القيادة السياسية برئاسة الرئيس عبد الفتاح السيسي، أو المستوى الثالث هو خاص بالجانب الانساني، المسار الانساني اللي مصر تحركت عليه، تحركت من المستوى الرسمي وايضا المستوى الشعبي. ايضا على المستوى السياسي ايضا نتحدث ان الحمله الرئاسيه للمرشح الرئاسي السيد عبد الفتاح السيسي كجزء من تعاطيها مع التطورات في غزه اعلنت أن كل ميزانية الحملة سيتم تخصيصها أو توجيهها إلى صالح القضية الفلسطينية، مساعدات لسكان قطاع غزة، وضعت أيضا أي ما يعني طبعا أي حملة رئاسية بتعتمد على وجود تبرعات، بعد أن من يريد أن يتبرع للحملة الرئاسية عليه أن يوجهها إلى يعني توفير مساعدات إنسانية وإغاثية عاجلة إلى الأشقاء داخل القطاع. نعم. على كل أحوال يعني هذا ليس بغريبا على الدولة المصرية سيد محمد، فالدولة المصرية بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي منذ البداية وهي ترعى هذه القضية وترعى هذه الأزمة وتقدم كل أشكال الدعم، سواء الدعم السياسي في المحافل الدولية أو الدعم المعنوي في الداخل وفي الخارج أو حتى الدعم المادي. فمصر قدمت أكثر من 7000 طن من المساعدات الغذائية والطبية والدوائية إلى آخر هذا الموضوع، وستستمر مصر في تقديم كل أشكال الدعم لصالح الأشقاء في فلسطين. كل الشكر والتقدير ضيفي الكريم السيد محمد مرعي مدير المرصد المصري بالمركز المصري للفكر والدراسات الاستراتيجية، شكرا جزيلا لك.